السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس؟ صحة رمضانكم. مرحبا بكاع لي زابوني تاع قناة أم ياسمين، ونرحب بالناس اللي حابة تشارك معايا في القناة تاعي. ماذا بيا قاعد تدعموني وقاع تشتركوا في القناة تاعي. اليوم بغيت ندير معاكم كسرة تاع الميكساج. شوفي اختي راكي عجلانة ومقلقة، ما عندكش الوقت، جابك ضياف. ديري كسرة تاعك في 20 دقيقة تكون واجدت لك. دركا انني دايره زوج غرفه تاع زوج حفنه تاع عفوا تاع فارينه مع حفنه تاع سميد، وندير مغرف كبيره تاع خميره، ومغرف كبيره تاع سكر، وشويه تاع سانوج. وهذا اختياري، اللي تحب السانوج دير، واللي ما تبغيش تستغني عليه. وهذا الفيديو خصيصا واحده السيده كتبت لي كومونتير في الفيديو تاع فور كهربائي لا مارك اركوديم. قالت لي بلي الكسره تاعي كي نديرها تولي غير فطيره وما طيب ليش من التحت. وانا نقول لك يا اختي الكريمه، غادي تعرفي اما الديفوره في الفور تاعك ولا في طريقه تاع طيب. المهم تبع الخطوات تاعي وغادي تفهميني مليح مليح مليح. دوكا نديرو الماء دافي ونبدو نخلطو في الكسره تاعنا بالميكسر، ندخلو الفرينه مع الماء ونميكسوها حاجة 5 دقائق، ورانا كملنا مع الميكسير. نضيفو الماء هكا بالتدريج حتى تحسي باللي العجينة صايد تاعك راهي كي نقولو متشربة من الماء، وتجي هكا ماشي كيما الكسره تاع الطاجين، نجي مطلوقه. نديرو مغرف تاع ملح، نزيدو شويه ماء باش ينحل الملح، ونزيدو نخلطوها. طلق تحس بيها، تلقي عندك 5 دقائق زعما راكي تميكسي في الكسره تاعك. المهم اني ميكسيت دركا، نديرها في الصني تاعي بعد اللي دهنتها بالزيت ودرت لها الفرينه باش ما تلزقليش، ودرت لها فوق الزيت هكا باش نسيحها مليح على الصينيه. وشوفي اختي السمك تاعها يجي رقيق، بصح كي تكون مخدوم مليح تطلع لك بالخف. دوكا ندير لها شويه تاع سانوج من فوق، اللي تبغي السانوج ديره واللي ما تبغيش تستغني عليه. ها هي الكسره تاعي طلعت، شوفي اختي راهي طالعه، وغادي تزيد كي طيبيها تزيد تطلع. دوكا غادي نغطيها خاطرش راني دخلتها قبل للفرن بعد اللي سخنت عليه، سخنته باش كي تدخلي الكسره تاعك تطلع لك بالخف. دوكا نديرو شويه تاع لاشابيل من فوقها ولا شويه سميد اللي عندك، نغطيها بسربيكة. المهم ها هو اختي الكريمة، شوفي طريقة اللي راني نطيب بيها باش تجربيها، وان شاء الله تنجح معاك وتخرج الكسرة تاعك روعة. شوفي نقدي عليه من تحتها، هيا تحكمي هذاك الشبك تقلعيه وتقلبيه وتقربيه لتحت للمقاومة، وتقضي عليه وتخليه يحمى حتى اللي تشوفي المقاومة هذيك تاعك صايي سخنت مليح وحمارت. دخلي الكسرة تاعك وحرزيها لتنحرق لك، ما تقعدش بزاف وطيب لك. وهيا اختي راني دخلتها، دوكا نخليها طيب وما نغفلش عليها خير ما راها تحرق لي.
المهم سيدتي، هذه طريقة نجحت لي ونطيبها بالخف وما تشدنيش في الطياب. ها هي سيدتي، ها هي اختي، راني طيبتها، راكي تشوفي فيها كيفاش راها طايبة. دوك نقلبها لك وتشوفيها كيفاش تاني تطيب من تحتها. ها هي اختي الكريمة، هاني طيبتها من تحتها. المهم دوكا غادي نقطعها باش تشوفيها كيفاش تجي طرية. سمحي لي انا ما عنديش يشد لي بورطاب، من داك نشد وحدي. ها هي سيدتي الكريمة، راهي جاية كيما السفنج، تجي خفيفة وتجي طرية ما يخصها والو، ان شاء الله.